دايما المرأة المصرية كل يوم بتثبت انها تقدر تحقق معجزات في كل المجالات، ومش هنتكلم هنا عن المجالات اللي بتتصدر فيها المرأة المناصب القيادية، لاننا كل يوم بنشوف انجازاتهم وقدراتهم من خلال الاعلام، لكن هنتكلم عن تجارب مهنية وحرفية مهمة جدا بتقضي على اسطورة ان في مهن بترفع شعار للرجال فقط، زي مهنة النجارة مثلا اللي فيها فن وابداع كبير، وده كان المدخل اللي بدأت منه آيات مع صديقتها دينا في تأسيس مشروع خشب أخضر بعد ما احترفوا النجارة ونزلوا لسوق العمل بتقلهم، وبقى ليهم طبعا عملاء كتير بيشجعوا التجربة اللي أكيد كان فيها صعوبات كتير هنتعرف عليها مع ضيفتنا عبر سكايب المهندسة آيات عبد المعطي اللي بقت أسطى نجار قد الدنيا. صباح الخير عليك آيات. صباح النور، أهلا وسهلا. يا أهلا بيك. إيه المواهب دي آيات؟ بنحاول نعبر عن نفسنا شوية. لا بتحاول ايه، ده انا خدت جولة امبارح كده في صفحتك على الفيسبوك، شفت مواهب بصراحة، شفت ابداع، يعني وانت داخل الورشة كده عند ايات، انت مش داخل اي نجار، انت داخل عند فنانة. فاحكي لنا بقى، احنا انت خريجة زراعة تقريبا؟ انا خريجة زراعة. طيب ايه سبب التحول؟ هو مش تحول كتير، يعني من الزراعة للصناعة، يعني ما بعدناش قوي. يعني انا اشتغلت اصلا في مجالي كده فترة بس ما عجبنيش الحال قوي، فاتجهت للعمل الحر. طيب عظيم، بس دخول مهنة النجارة مش سهل يا آيات. اكيد، ولغاية دلوقتي مش سهل خالص. طيب انت بقالك قد ايه في الموضوع ده؟ انا من 2018. طيب يعني بنتكلم في سنتين، مش سهل بعد سنتين كمان؟ لا خالص. طيب ايه الصعوبات بقى اللي واجهتك من البدايه لحد دلوقتي؟ حاجات كتير جدا، يعني اولهم من الاهل كمان، يعني كان ابسط حاجه بتتقال لي ايه لازم تنتي بتعمليه ده، يعني ايه اخرته، عايزه منه ايه، يعني ايه نجاره، يعني ايه تعلمني نجاره ليه، خير كده، يعني اللي هي الاسئله والاستهجان. احنا معانا صور ايات عرضينها دلوقتي. انا قريت بقى، يعني خلاص انا خدت الموضوع بجد وما فيهوش هزار، يعني هو واضح من خلال الصور اللي احنا بنعرضها على الشاشه دلوقتي ان الموضوع بجد فعلا وما فيهوش هزار. يعني انا باجي امسك مثلا الشاكوش والمسمار اول دقه بتنزل على صباعي، فانت ما شاء الله. يعني لا يعني لا خلاص خدت الموضوع بجد فعلا. طيب بس بعد كده الاهل بقوا داعمين ليكي؟ بالظبط. طيب ده كويس. نظرة المجتمع بقى على حاجة خلاص. طيب نظرة المجتمع، نظرة الناس ليكي كانت عاملة ازاي؟ والله برضو في الأول خلاص كانوا مستغربين قوي، اللي رايحة جاية على نجار صحارة دي بتعمل ايه اخرته، يعني برضو نفس الكلام. بس خلاص مادام في إصرار وانت مكمل بنفس الشغف، ما حدش لو عندك حاجة ما حدش بيقدر يعني يكلمك، عينك بتبقى قوية. خلاص يعني بقى في تحول كمان في نظره الناس ليكي. بالظبط. طيب انت عندك ورشه خاصه ولا شغاله مع حد؟ لا انا الاول كنت بتدرب عند نجار، بعد كده بقى عندي ورشتي الخاصه. ده اللي علمك، ده اللي علمك بقى فنون الصنعه. المشروع بتاعي كاربنتر جيرل. طيب بتشتغلي في ايه، يعني بتشتغلي في ايه تحديدا؟ هل في حاجات للزينه وكده ولا دخلنا بقى للموبيليا ولا العفش؟ لا دخلنا في الموبيليا. خلاص دخلنا في الموبيليا. الاول كنت بشتغل في حاجات بسيطه، براويز، صواني، بوسترات، حاجات من دي. دلوقتي اتوسعت شوية، دخلنا بقى في الموبيليا، مكاتب، مكتبات، الكلام ده. طيب بس اعتقد ان البراويز والحاجات اللي هي اللوحات الفنية اللي بتعمليها بالخشب اصعب شوية من شغل الموبيليا. لا بالعكس، كفن. لا دي افضل بكتير. اقصد كفن، يعني حاجة بتاخد وقت كتير، حاجة بتاخد مجهود كبير. لا طبعا شغل الموبيليا بياخد وقت كتير ومجهود كتير، البراويز ده تعتبر بالنسبه له يعني حاجات بسيطه يعني. طب احنا مش بنقي ايات، عرفينا بس. لا لا الحاجات لا دي مربحه. ايه الحاجات دي مربحه، يعني نقدر نشجع الناس انهم يشتغلوا فيها؟ حاليا بقت مربحه الحمد لله. الاول ما كان، يعني السنه اللي فاتت تحديدا، انا كده بقى لي سنه بالظبط عامله البيج، فكده لا الحمد لله ابتدت الدفه تتعدل شويه. طيب بس انا شايف دعم كبير من ناس كتير على صفحتك على الفيسبوك، وناس كتيره بتشجعك، وناس كتيره بتشكر في منتجاتك، وكمان بتوجه لهم رساله ان هم ما يفصلوش. في ناس بتفاصل معاكي؟ للاسف، يعني انا افاصل مع حد لا ما ينفعش، لكن الناس تفاصل معايا عادي. طب يعني ده عدل، ده يرضي مين ده يا استاذ؟ طيب انت بتجيب الخشب بتاعك منين؟ بجيبه من اماكن كتير، بجيبه مصر مليانه اماكن كتير، ان كان على الجذوع فهي موجوده في اماكن كتير برضو جوه مصر، منها البحيره زي ما احنا سافرنا كده انا ودينا وفي مرمطنا. احنا معانا صوره على فكره للبحيره دي. بالظبط.
لفينا كتير كتير. الناس هناك بتعمل الحاجات دي علشان الفحم، عشان ينتجوا منها فحم. يعني جاني ناس كتير قالت لي كتر خيرك على اللي انت بتعمليه، ان انت بتاخديها قبل ما يعملوا بيها الفحم ويؤذونا احنا. بس طبعا بس هي ارخص ارخص في البحيره من القاهره. ارخص كتير. طيب ده شيء عظيم. منتجاتك بقى بتسوقيها فين؟ انا بسوق اونلاين. كل اونلاين، ما فيش معرض مثلا؟ لا انا عندي في الورشه بتاعتي، في ناس بتيجي في الورشه بتحب تشوف الحاجه على ارض الواقع، انا مثلا ليهم في اي وقت. انما بقيه التسويق بيبقى عن طريق الاونلاين. بالظبط كده. طيب ممكن تقولي ايه للشباب كمان اللي في سنك، مش هنقول البنات، للشباب الموجودين في سنك اللي قاعدين دلوقتي مثلا ومش لاقي فرصه للعمل؟ والله يعني الفرص كثيرة، المهم ان الواحد يفكر وياخد الخطوة بس. ولازم ننزل ولازم نجرب ونغلط كثير، ما فيهاش مشكلة، فيش حاجة، الحياة كلها ما فيهاش حاجة مضمونة. طيب هل انت ايات كنت خطاطة قبل ما تشتغلي في النجارة؟ نعم. كنت خطاطة؟ وما زلت خطاطة. وما زلت وبتشاركي في مسابقات وكده؟ بالضبط. طيب وقادرة تكملي ده مع ده؟ لا حاليا هدينا شويه من موضوع الخط، مركزين شويه في النجاره وكده، بس يعني بيبقى في تعاون طبعا. يعني لو حد مثلا طلب، حاليا في بنات بتطلب مني صناديق مثلا بيبقى مكتوب عليها عبارات بالخط العربي، او جذوع اشجار مكتوب عليها كلام بالخط العربي، فيعني ده بيخدم. ده مش خايفه على ايدك طيب من شغل النجاره عشان تقدري ترجعي مره تانيه للخط؟ والله ادعي لي بس ربنا يسترها عليا، ببقى عامله احتياطاتي وكده، بس برضه يعني ربنا معاكي. طيب نفسك في ايه ايات في المستقبل؟ والله نفسي نكبر، يعني طموحي ملوش حدود، نفسي نكبر بقى، نبقى مصنع ويبقى فيه جاليري على مستوى الجمهورية، وانتاجنا ده يتثبت كمان. يعني انا عارفة كايات ان ما فيش حاجة كاملة، يعني اكيد بيبقى فيه غلطات طبعا في النص، بس عايزين بقى ان احنا نطلع حاجة مشرفة قوي 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 لينا والبره تصدير. انت ايات حاجة مشرفة لينا كلنا، احنا بنشكرك المهندسة ايات عبد المعطي اللي بقت قشطة نجار. شكرا جزيلا ليكي.